في سهول المدن ومرتفعات الأرياف، في المناطق الزراعية ومنعطفات الجبال، تنتشر الألغام بكثافة بعد أن أضحت زراعتها رائجة بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن. فالناس محاصرون بالألغام كما تعنون منظمة أطباء بلا حدود تقريرها عن الألغام في اليمن. تتهم المنظمة الدولية ميليشيا الحوثي بزراعة آلاف الألغام والعبوات المتفجرة بين الطرقات والحقول بهدف منع قوات الحكومة والتحالف من التقدم. ووفق أطباء بلا حدود لم يكن الضحايا سوى مدنيين تعرضوا للقتل أو فقدان الأطراف وتشوهات ستلازمهم مدى الحياة. وتكمن الكارثة في أن ثلثي ضحايا الألغام من الأطفال بحسب إحصائية بلا حدود التي قالت إن طواقمها الطبية أجرت العديد من العمليات لضحايا المتفجرات معظمهم من صغار السن. لا تنفجر الألغام فقط في أجساد الأطفال بل تحرم المواطنين أيضاً كما تفيد المنظمة الدولية من زراعة حقولهم، فالمناطق الزراعية الممتدة في المخا وحيس تكتظ بألغام الحوثي. ورغم أن التقارير الميدانية أكدت قيام وحدات من الجيش والتحالف بتنفيذ الكثير من عمليات نزع الألغام، إلا أن تلك العمليات اقتصرت معظمها على المناطق المدنية، وهو ما يعني بقاء الخطر على المواطنين لعقود قادمة. تبدو القصة الأكثر إيلاماً في حالة الخوف من مجهول الألغام، حيث لا يعرف مكان بعضها بالضبط، فكل يوم بوصف بلا حدود يمكن أن تسمع صوت انفجار مكتوم معلناً عن لغم انفجر وضحايا جدد.